هتوحشيني قوي يما. ليه بتقول كده يا حبيبي؟ اصل هتقاتل دلوقتي. اتفرجت على الحلقه الاخيره؟ اه. يخرب بيتك ما تتفرجش. شايفني بتقتل وبيعمل ايه؟ لو كل واحد في البلد دي ركز في شغله زيي، مصر هتبقى في حته تانية. لازم تجيب لي حق يا ناصر. ازاي انا كيوت؟ مفيش حاجه اسمها كيوت ولا مبدئيا كده لازم تجيب لي حقي. ازاي؟ اول حاجه تحدد دقنك زي ما انا محددها كده بالظبط، شايل لك علبه ورنيش جوه حلو. تتكلم زي ما انا بتكلم كده، ها؟ ما تحلقش اقرع عشان لسه عندنا مسرحيات كتير. واي بنت في المسلسل لازم تحبها. واي حد يضايقك اقتله. اي حد. ولو زعلت ما تعيطش الا من عينك دي بس.
عشان التانية ما فيهاش مية. لو هتعيط من اروح الصيانة زود مية. يلا انا رايح الكرة.